برضو بما ان الناس الناس متفاعله جدا مع واسئله كتيره، يعني بيقولوا انه طبعا حضرتك لا تنكر علاقتك القويه بالحاج مجدي العتال، وهو بنعزيه يعني بالمناسبه في وفاه شقيقته. ما زعلش الحاج مجدي من مبادره او الاستاذ هاني عتال؟ بص، الحاج مجدي العتال في مقام ابويا وفي مقام الاخ الكبير، ودخلت بيته وبيننا علاقه اسريه، وكلت عيش وملح، والعيش والملح لا يهون الا على ولاد الحرام. ولكن وانا بقدر الحاج مجدي العتال جدا، واقدر الاستاذ هاني العتال جدا، واقدرهم كاشخاص وكاسره وكعائله، ولا بقدم لهم واجب التعازي للمره العشره في وفاه الحاجه فكريه العتال رحمه الله عليها، ام الاستاذ عصام العتال، لاننا على علاقه اسريه بالاسره كلها. وكنت لحظه بلحظه في من ليله الوفاه وفي الجنازه وفي وطالع من الحوار ده رايح لهم. ولكن يحسب لهذا الرجل كلمه لا انساها، اللي في صالحك لا يمكن ان اقف في طريقه مهما كان. لم ارى منه الا كل نبل، لم ارى منه الا كل شرف، لم ارى منه الا كل خير. مجد العتال أرجل من عرفت من الزمالك، وأحسن من عرفت من الزملكاوية. المواقف مش فلوس، لحسن الناس تفكر إن مواقف مادية، لا، المواقف الإنسانية تفوق المال، المواقف اللي فيها جبر خواطر ليا والغيري تفوق الملايين. مجد العتال لم أجده في حياتي إلا مع كل أزمة. أحد الذين صنعوا اسم عبد الناصر زيدان، وأحد الذين وفروا لي لبن العصفور لكي أكون إعلاميا يشار له بالبنان. تعامل معي زي هاني وأسماء بنته وولده، تعامل معي بكل حب. فإذا كان في يوم من الأيام أي حاجة أعملها على حساب الحاج مجدي العتال، ملعون أبو هذه الحاجة، حتى لو كان فيها حياتي أنا وعيالي. ولكن بقول لك الأول مرة أقول الكلام ده، في بص، من اول ما خدت هذه المعركه مفيش قعده خاصه غير كان يقول انت اضرب مستقبلك واضرب حالك واضرب قراراتك. القرار اللي انت شايفه لصالحك وصالح عيالك اعمله، حتى لو في عدم رضا مني، شوف مصلحتك والخير فين. فلما راجل يكلمك بالشكل ده، هل ينفع تصالح حد عشان تخسره؟ هل ينفع تمد ايد يمين بالحب الحد والشمال تخسر بيها واحد زي ده؟ سيظل مجدي العتال ولده حاجه حلوه في حياتي، ونور ربنا سبحانه وتعالى ارسلهولي على مدار 4 سنين ونص، خلوا كل حاجه مره في حياتي حلوه، ولم يجعلوني أقول هم شيء حتى هذه اللحظة. في حاجات كتيرة ما ينفعش تتقال في الإعلام، للي بيني ما بين مجدي العتال وما بين هاني العتال أكبر من إنه يتقال بلسان أو من إنه يتجر بحد. ويا ريت يبقى في بلدنا رجال أعمال وفي ناس بهذا الشكل وهذه الصداقة وهذه الإنسانية، كنا هنختلف كتير. لما تعامل مع حد مؤمن طول الوقت بالموت وبيعمل لاخرته قبل دنيته، اعرف ان احنا في خير. ده باختصار مجدي العتال. فلا ينفع ازايد على تقديري ليه، ولا ينفع اساوم عليه. فالحاج مجدي العتال طول الوقت معايا ومع غيري، صالحكم فين وانتوا اضرب صالحكم. لم يجبرنا على عداء احد، ولم يجبرنا على التصالح مع احد، ولم يزعل منا في خصومه عملناها مع حد، ولا زعل مننا عشان تصالح عملنا مع حد. والايد ممدوده للجميع، وانا ببساطه بسعى ان نكون على علاقه بالجميع. احب مين وصاحب مين، دي درجات في القلوب ادرى بها ربنا سبحانه وتعالى. هل ممكن عبد الناصر زيدان بحفظ الالقاب بقيمته وعلاقته القويه بالحاج مجدي العتال والاستاذ هاني العتال، هل ممكن نشوف مبادره من الناحيه الثانيه
لصلح برضه مع المنتخب. زي ما هو رافض التدخل بيرفض التدخل في امور الشخصيه، هو امور الشخصيه لا يسمح لاحد ان يتدخل فيها. فده ما اعتقدش ان المساحه بيني ما بينه كبيره، ولكن لم تصل الى حد ان افتح معه مثل هذا الملف. هذا امر يخصه وهو ادرى بحاله هو وابنه.